طلب مو بالظاهر اشتراط الحاضر نقول بأنه بدعة لا يظهر لي هذا. مسألة فيها احتمالان وأنا أردت الاحتمالين، هل تشترط الحاضر أم لا؟ احتمال الأول نعم، باعتبار أنه يلحق بأنه نوع من الأمراض، نوع من الأعذار، لأنه قد تهل ثم بعد ذلك يجب عليها الإتمام ولا تستطيع البقاء، فحين يحصل لها مشاكل بالرجوع، قد يطأ زوجها أو قد تكون غير متزوجة ثم تتزوج فيما بعد وهي محرمة، أشياء كثيرة جدا. والقول الثاني بين هذا الأمر انعقد سببه ووجد مقتضاه في عصر في القرن الأول والثاني والثالث ولم يفعلوا شيئا من ذلك، فيدل على المنع، ولأن المرأة تستطيع أن تقدر وقت مشي الحيض تتفادى ذلك فيما بعد، بخلاف المرض الذي يصيبه الكسرة والحوادث والحصار في العدو ونحو ذلك، هذا مثل هذا لا يمكن تقديره،